إحدى المشاهد من فيديو الراقصة الروسية جوهرة اللي تم القبض عليها من خلاله بتهمة التحريض على الفسق. طبعا الفنانة دي يعني لسه نازلة مصر يوم 23 يناير اللي فات، يعني بقالها كام يوم بس قاعدة في الدقي. هي اتبلغ عليها من إحدى الفنانات المعروفين اتقبض عليها النهاردة، خرجت بكفالة 5000 جنيه، بس هي لسه على ذمة القضية. أسيبكم تتابعوا مع بعض باقي لقطات الفيديو.